ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات لأصحاب برج الحوت في سنة 2020، من أفضل السنوات اللي هتكون موجودة في حياة برج الحوت. سنة انتقالية جدا، سنة فيها كتير من التغيرات الجذرية الإيجابية، سنة هنقدر نحقق فيها طموح كبير، هنحقق أهداف أو هنكون أهداف عظيمة وهنقدر نوصل لها، هنخطط لحاجات كتير قوي قوي، وكل ما نوصل لخططنا أو الحاجة اللي احنا خططنا ليها هنبدأ نعمل خطط من جديد، وقرارات كلها هتكون مهمة جدا جدا ودقيقة في حياتنا، هتكون ليها إيجابية. هنعرف نستغل الفرص بشكل قوي، هنعرف نكون أشخاص، يعني نعرف نثبت نفسنا قدام الناس ونواجه جدا، عندنا قوة في التحدي لنفسنا قبل التحدي للآخرين، يعني احنا عايزين نفسنا نبقى أصلح، نبقى أحسن، نبقى كويسين، نبقى أنجح عمليا، ماديا، عاطفيا، كل حاجة. بنحسب الموضوع أو بنحسب الحياة بالخطوات، بنحسبها بدقة شوية، ما عندناش حتة التسرع، ما عندناش ان عاطفتنا هتاخدنا، يعني لا مش هنكون عاطفيين تاني، ودي حاجة احنا هنبدأ نبقى بنلوم نفسنا عليها، ومش هنتعامل على الاساس ده تاني، ولكن هنتعامل بعقلانية شديدة، يعني من الاخر هنتعامل بحسابات قوية، هنتعامل ان الغلطة قصادها عقاب والكلمة الحلوة قصادها كلمة حلوة، ده هيكون مبدأنا، مش هنيجي على نفسنا عشان بني آدم تاني، وده هيكون من الجيد لينا قوي. خليني أبدأ بالوضع العملي والمهني لأصحاب برج الحوت. من الناحية المهنية انت من أكثر الأبراج حظ في الوضع المهني والنجاح العملي جدا، هتقدر ان انت تثبت حالك في الوضع المهني، هيكون عندك ترقية بشكل حلو، بشكل لائق جدا، بشكل يستفز الآخرين، لأن انت من ضمن أكتر الأبراج المحسودة، فما ننساش انت من ضمن أكتر الأبراج حظ، وأكتر الأبراج غنى، وأكتر الأبراج حظ في العاطفة، وأكتر الأبراج في حاجات كتير قوي، وده اتكلمنا عنهم، وتقدروا ترجعوا لي الفيديوهات، هتلاقوا نفسكم يعني واخدين القمة، محتلين القمة دايما في الأولويات في سنة 2020. ولكن عندنا برضو من ضمن الأولويات ان احنا واخدينها في الأكثر الأبراج المحسودة في 2020، فلازم برضو يعني احنا عندنا نجاح، ونجاحك ده هيكون مقابله حسد، ومش حسد وبس، ممكن تكون معرض لسحر. خلي بالك وحط في دماغك نقطة معينة، ان السحر ممكن يقلب حياتك، ممكن يعمل لك وقف في حياتك العملية العاطفية في أمورك الحياتية عامة. خلونا نرجع للوضع المهني عشان ما نخرجش منه. فعندك نجاح في منطقة العمل، هيكون عندك كتير من ان احنا نترقى، في ناس من المديرين اللي هم اكبر منك مركز هيكون عندهم كتير من الشكر، وان هم يكونوا بيقدروك جدا وهيعملوك بطريقة يعني مميزة على اصدقائك وعلى المحيطين في منطقة العمل، هيكون ليك قدر كبير، هيكون ليك مكافآت مادية، هيكون ليك كمان ممكن تتنقل من مكان عمل من مكانك اللي انت فيه المكان تاني، او من دولة لدولة تانية لو ليك الشراكة بتاعتك، الشركة بتاعتك ليها فروع خارجية، فروع متنقلة، هتقدر ان انت تمسك مركز في الفروع دي، لان عندك فرصة سفر كبيرة جدا في 2020. عندك كمان بالنسبة للناس اللي عندها مشروع خاص، لان برج الحوت كتير منه عايز يعمل مشروع لنفسه باسمه، فهيكون عندك نجاح لمشروعك قوي، عندك تخطيط وعندك تركيز وذكاء، وتعرف ان انت تكون حكيم، تعرف توزن الامور، وده هيساعدك لنجاح مشروعك جدا يا برج الحوت، هيساعدك ان انت تحقق ارباح مادية، هيساعدك ده من بداية السنة، يعني من بداية العام الكلام ده معاك، وهيكون عندك العلو بشكل تدريجي، الأفضل بشكل تدريجي. في الوضع المالي هيكون عندك من احسن السنين اللي هتقدر ان انت تستجمع مال، تعرف تكون حياتك، تكون نفسك، تعرف ان انت تعمل دخل لمستقبلك، مأمن يعني لحياتك، فهيكون عندك دخل مادي جاي عن طريق العمل بتاعك، هيكون في كتير هيطمعوا في ان انت بقيت ناجح ماديا. احذر جدا لو انت لسه ما ارتبطتش، ان ممكن تتعرف على انسانة
وتطمع فيك عشان ماديا عشان الفلوس، وتستغل فيك نقطة العاطفة، ولكن انت هتتفاجأ وهتبدأ ان انت لما تلاقيها بتستغل عاطفتك تفوق تقول لا هي انسانة مستغلة يعني، فهتبعد عنها. ولكن من البداية احذر جدا من النقطة دي، ان كتير هيكون عايز يقرب منك عشان خاطر الفلوس. كمان عايز اقولك ان انت هتحقق قدر كبير جدا 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 من الاجتماعية، يعني هتكون اجتماعي جدا، هتكون ناجح اجتماعيا جدا، هتتعرف على صداقات جديدة وصداقاتك هتقوى جدا، وهتكون علاقات وطيدة قوي، منهم هتتعرف على الحب وابواب كتيره في الحب هتتفتح ليك، هيكون عندك قدره واستيعاب على مجموعه من الاشخاص اللي حواليك، فهيفتح قدامك مجالات للصداقه القويه، الصداقه اللي الاشخاص فيها هيكونوا مهتمين قوي قوي ان هم يعرفوا انسان زيك او انسانه زيك. كمان هيكون عندك دبلوماسية قوية، عندك قدرة على الروحانية العالية قوي قوي اللي هتقدر ان انت تحدد بيها الاشخاص الكويس من اللي مش كويس، الانسان اللي هو بيتمنى ليك الخير من اللي بيتمنى ليك زوال النعمة، الانسان اللي هو عايز يشوفك حاجة كويسة والانسان اللي عايز يشوفك واقع، فهتبقى عارف تحدد ما بين الاتنين، وده هيساعدك جدا جدا انك تكتشف اشخاص برضو هيكون مش كويسين بالمرة، فهتبقى هتقرر انك تبعد عنهم، وهتتفاجأ لان انت هتلاقي اشخاص كانوا من القريبين منك مش كويسين، فده بالنسبة لك نوعا ما من المفاجأة لما تبدأ ان انت تتعامل بالورقة والقلم شوية، بالعقلانية شوية، نبعد عن العاطفة، فاحنا هنكتشف كتير قوي ونستغل الروحانيات بتاعتنا والقدرة الإلهية اللي ربنا مديهالنا ان احنا نعرف نكتشف الاشخاص ونحس بالاشخاص. كمان هيكون عندك قدرة اكتر على الشفافية، ان انت تحس الحاجة قبل ما تحصل، وهيكون عندك قدرة على الاحلام، وهيبقى عندك تحس ان في عندك روحانيات عالية قوي. كمان يا برج الحوت عندك من خلال الوضع الاجتماعي في كتير قوي قوي من تحسين الوضع العائلي، يعني هيكون عندك ترابط اكتر في العائلة، هيكون عندك تفاهم من الوضع العائلي، في كتير من العائلة اللي كان في مشاكل عائلية ما بينهم وما بين العائلة بتاعتهم، لا الوضع ده هيبدأ ان هو يتحسن، العائلة هتبقى عارفة مقدركم او عارفة قدركم في 2020، هتعرف ان انتوا ليكم مركز بالنسبة لهم او ان انتوا حاجة كبيرة بالنسبة لهم، فالوضع يتحسن جدا جدا يا برج الحوت، وانت هيكون عندك قدرة على التفاهم اكتر وعلى الهدوء وتوازن الامور، وده هيساعدك جدا جدا في تحسين علاقاتك مع الاخرين. يعني انا شايفة ان 2020 سنة حقيقي حقيقي مميزة جدا ليك يا برج الحوت، وفيها تعويض لكتير من اللي انت شفته من المتاعب، من العمل، من الشغل، من العاطفة، من المال، من الضغوط الاجتماعية، بس انت عندك ضغوط كبيرة جدا جدا جدا، عندك ضغوط عملية، عندك بس نجاحات، يعني انت عندك ضغوط ولكن فيها نجاحات، حتى الوضع العاطفي انت عندك ضغوط بس برضو بنجاح العلاقة العاطفية، فعندك دايما عايز تسابق الزمن ان انت تحقق اكبر قدر من النجاح في كل حاجة، عايز تجمع من النجاح في كل حاجة بشكل رزين، بشكل بتدقق في الحاجة قبل ما تعملها، بتركز في الحاجة، عندك حسابات للامور قوية، وده هيساعدك للنجاح بالتفصيل، النجاح الاكيد اللي هو ما يبقاش فيه غلطات، وده انا بشجعكم عليه جدا جدا حقيقي بجد، القراءة بتاعتكم قد ايه مميزة وقد ايه رائعة قوي قوي لبرج الحوت. كمان يا برج الحوت خلوني اتكلم على الوضع الاجتماعي من نقطة ان انت هتكون محسود كتير، في اشخاص كتير هيكونوا من نفس سنك ما عملوش اللي انت عملته، ما عرفوش ينجحوا زي ما انت نجحت، اولادهم مش زي اولادك، حياتهم مش زي حياتك، ممكن يكون هم مفضلين في شيء تاني ولكن هم شايفين نقطة معينة، ودي انا بسميهم الناس الخبيثة اللي بنواجههم في حياتنا، ان هم عندهم دايما حتة ان لازم يكون افضل منك، اقل منك لا، زيك لا، ما يبقاش زي وزيك لا يمكن، هو عايز يكون افضل منك، غير كده ما يتقبلش الفكرة، وده احنا بنواجهه كتير انت يا برج الحوت وناس تانية كتير، ولكن انت في 2020 الوضع ده هيستفزك وهتواجهه اكتر وهيبقى بجاحة، هتستغرب قوي ان في ناس من النوعية دي بشكل بجح للدرجة دي. خلوني اتكلم على الوضع العاطفي لبرج الحوت، عندك الوضع العاطفي يعني مميز قوي ورائع جدا، لدرجة برضو ان العين هتكون عالي، هيكون عندكم بالنسبة للاشخاص المرتبطين او متجوزين رومانسيات قوية، عندكم كتير فرصة لسفر
خاص بالانسجام، يعني هيكون فيها لحظات رومانسية، احنا خارجين نسافر او نخرج مع بعض عشان احنا نقوي علاقتنا اكتر، الحاجات اللي زي كده. ده هتبدأ ان انت تبقى عايش اللحظات الرومانسية الحقيقية من بداية شهر 5 في 2020، هيبدأ ان انت فضيت للنقطة دي. ولكن الفترة من قبل كده برضو في رومانسية وكلام عاطفي وكلام حب قوي، وعايزين تقووا علاقتكم ما بينكم وما بين الشريك، وده هيكون وضع جيد جدا. الناس اللي هم في بداية الارتباط، العلاقة بتاعتكم في بداية الارتباط هتبدأ ان هي تقوى، وهيكون فيها حب اكتر، رومانسيات اكتر، زائد ان انت هيكون عندك يا علاقتك هتكمل، يا اما علاقتك هتكتشف ان فيها نقطة سوداوية هتبدأ ان انت تقرر انك تبعد، انك لا مش شايف ان الحياة هتبقى كويسة مع بعض، احنا مش هنكون حلوين مع بعض، فبتبدأ ان انت تنهي العلاقة. ولكن عندك فرصة للارتباط، فرصة قوية جدا جدا. انصح ان اي حد بيدور على حب جديد ان انت تبدأ تبقى تواجه الحب ده او تشوفه بعين قوية من بداية شهر مارس. هتلاقي نفسك في شخصيات كتير معجبين بيك، ولكن انت لما يبقى عندك القدرة انك تعرف تختار او تقرر اني انا هرتبط عشان احبه واكمل حياتي للاخر، فالوضع العاطفي هيكون وضع رائع مميز قوي، في حب عندك بنسبة كبيرة، عندك تقوية علاقات، عندك من كتر ما علاقتك هتكون جميلة بالشريك واختيارك الجيد هيكون عندك نسبة حسد قوية قوي قوي. ورجل الحوت هيبقى عندك واحدة ممكن تكون كانت معجبة بيك، وهتبدأ ان هي تغير ان انت ما خدتهاش، يعني انت ما حبيتهاش، هي تبدأ ان هي ممكن تعمل لك مشكلة، تحقد عليك، ممكن تحاول توقع ما بينكم، حاجات من النوعية دي. انت يا مرأة الحوت هيكون في مرأة برضو زيك، ويمكن هي المرأة هي النقطة السوداء اللي ممكن تقابلكم في المشاكل والحسد والحقد والحاجات اللي زي كده. اما كرجل هو ممكن تكون في حتة الصداقة، يعني في حتة الصداقة هو يحقد عليك ان انت بقيت افضل منه كرجل زيه. كمان المرأة هتبقى عندكم في نقطة العاطفة، هتبقى بتحقد عليكي ان انتي حبيتي، عشقتي حد، حبك عشقك، الحاجات اللي زي كده. ده من خلال الوضع العاطفي. من ناحية نقطة الرجوع، عندكم فرصة رجوع قوية قوي 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 في 2020، وانتوا هيكون عندكم قابلية للرجوع على النص التاني من 2020. شايفة ان السنة من البداية للنهاية فيها وضع جيد جدا. في بعض الايام اللي ممكن تقابلنا فيها قلة حظ، وده هنبقى نعمل له فيديو للنصائح، نعرف نحدد الحاجات اللي ممكن تبقى مش كويسة ايه، ونخلي بالنا منها ونحذر منها عشان نتجنبها. ولكن غصب عننا ممكن نقع في بعض الايام اللي قلة حظ، بس مش هتسبب لنا مشاكل، مش هتبقى حاجة كبيرة رخمة بالنسبة لنا. الوضع الصحي، الصحة النفسية هتكون فيها متاعب من بداية العام، يعني هنحس ان احنا مضغوطين لان بداية العام انت عندك الضغط الاكبر. ولكن بعد كده الصحة النفسية عندنا تبدأ ان هي تتحسن برضو بشكل تدريجي، بس ما بنخلاش من العصبية او ضغط العصبي عندنا. الصحة الجسدية هنتعرض لبعض المشاكل الخفيفة اللي ممكن تكون عبارة عن صدمات، عبارة عن ممكن نواجه مشاكل حادثة تكون بسيطة، هتكون امراض معينة خاصة بسوء التغذية ونسيان اكلنا مواعيدنا، الحاجات اللي زي كده هنبقى ناسيين نفسنا شوية، فده هيخلينا ان احنا نمر بمشاكل صحية ولكن هنفوق منها بشكل سريع. دي كانت التوقعات 2020 لأصحاب برج الحوت. بتمنى لكم سنة سعيدة جدا جدا يا برج الحوت، وبشكركم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.